دائرة عين كرمس أكبر الدوائر مساحة بولاية تيرت، تحصي أكثر من 50 منطقة ظل. فك العزلة، تهيئة الطرقات، الكهرباء الفلاحية والاكتظاظ في الأقسام بالطور المتوسط من أبرز انشغالات الساكنة. احنا نطلبوا من سيادتك الوجه ربي إن شاء الله تسرع لنا هذا تمكننا منها باش يكون عندنا في 1 نوفمبر إن شاء الله بربي شحال من عيد. العيد هو العيد نوفمبري، وإن شاء الله الدستور جديد والسكنات وجزائر جديدة إن شاء الله بربي. فيما يخص النقل المدرسي، أنه بلديات دائرة عين كرمس استفادت من تسعة حافلات للنقل المدرسي، أقول تسعة جدد سوف خصت لها وسوف تستفيد منها في الأيام القليلة المقبلة. توفير مياه الشرب مطلب ملح لسكان المنطقة. مشروع الشط الشرقي مشروع قطاعي من شأنه ضمان مياه الشرب بكل دوائر جنوب ولاية تيرت. المشروع الضخم هذا اللي هو مشروع قطاعي خصصنا له، خصصت الدولة مبلغ مالي قدره 350 مليار سنتيم. إذا من ناحية التزويد بالمياه الصالحة للشرب في القريب العاجل بلدية دائرة عين كرمس. ومن المنتظر استلام 23 مشروعا بهذه المنطقة نهاية السنة الجارية.